بص يا عمرو، عشان اخلص لك شرح الكولكام ده. الكولكام دي الشركه دي اللي هي الحكومه، هم شركتين او ثلاثه، الحكومه بتدي لهم الايه، بتعترف بايه، بان الجهاز بتاعهم جهاز لا يمكن التلاعب فيه، والانتنة بتاعته موجوده ورا التراك فوق ومحدش يقدر يوصلها، والجزء ده من الجهاز، الجهاز ده بيتحط على تحت بعيد عن ايد السواق علشان محدش يمسكه. دي بعض الشركات بتعمل كده، بعض الشركات ما بيهمهوش، بيحطه قدام منك فبيعمل حوادث. الجزء ده من الجهاز شاريين جزء تاني وحاطينه على جنب هنا، بحيث لو انت عايز تجيلك رساله مثلا في حاله مفاجاه، ممكن تضغط هنا او هنا او هنا، عشان ايه مثلا ده الرساله يمين الرساله شمال، والفانكشن تحت وفوق في الجزء ده. ده بتاع الرادار، الجزء ده بتاع الرادار، والرادار محطوط قدام البامبر بتاع العربيه بتاع التراك، وده بيقول لك المسافه والسرعه، السرعه بتاعت العربيه اللي قدامك. ده بيديك، ولو العربيه قربت منك قوي بيديك انذار صوت عالي قوي يرعبك يعني. هنا زي ما انت شايف الفانكشن الاولانيه مسجز، والفانكشن الثانيه اورز اوف سيرفيس اللي هو الليجال يعني، والثالثه دي تريلر مانجمنت، والرابعه اللي هو اللوج ان، والخامسه بيرفورمانس، والسته ايه الميديا مانجر اللي هو الافلام اللي بتجي لك المعلومات عن السيفتي والحاجات دي. لو انت مثلا ضغطت على هنا هتقول لك كل الحاجات اللي ايه، بيريز دي اهم حاجه، كل الناس عايزه لازم ايه مرتبه يزيد. وبعدين المناسبات كلها، وهنا بيقول لك ايه التاير كير اللي هي بتروح فين عشان يتعمل لك ايه تاير كير. تاير كير اللي هو تعمل تيست على كل التاير، الثيكنس والبريشر والتيرز والحاجات دي كلها، والتيرز والليك والبريشر والايه، وان التاير يكون سليم. هنا الرسائل اللي بتجي لك من كل ايه، بتجي لك كل كام، كل يوم بتجي لك رسائل عن ايه احداث السوق والاخبار والحاجات دي كلها. اهم حاجه بيعرفها اي واحد بيشتغل في التراكات، ان لازم هتاخد فلوس قد ايه، لو ما خدتش فلوس مش هتشتغل. نرجع بقى تاني للهوم. انا شرحت لك الايه، شرحت لك الميديا مانجر، المسجز اللي هي اللود لما بيجي لك، اللود اللي هو الايه 8 of 331، يعني مثلا بيجي لك اللود الفلاني، وقبلك اللود اسايمنت، لو انت قبلته بيجي لك اللود اسايمنت. وبعد كده ايه بيقول لك الفيول سوليوشن، الفيول سوليوشن مثلا يقول لك تقف فين تاخد فيول منين. الفيول سوليوشن دي بتعتبر منابولي، الشركات متفقه مع بعضها بحيث ايه الشركه الصغيره اللي ما تعرفش تتفق بتختفي بالسوق، والشركات الكبيره يعني. هنا بيقول لك الاول بتروح عند بترو وبعدين بتروح عند بايلوت، ما تقدرش تاخد فيول، تقدر تاخد فيول من غير دول، بس بتدفع الايه يعني، بيجي لك مخالفه، بيتفقوا مع الشركات دول ان يديلهم اسعار بسيطه، وفي مقابل ايه ان هو ياخد من عندهم على طول يعني. وتلاقي نفس الشركه دي قدامها مثلا شركه ثانيه مش قادره تعمل اتفاق، الشركه الثانيه بتفلس. نرجع تاني للهوم، الاورز اوف سيرفيس دي اهم حاجه، دي اللي هي ايه لما يجي لك، لما البوليس بيوقف العربيه اول حاجه بيقول لك الاستاتس بتاعتك ايه، يعني بالك الاستاتس بيقول لك كام ساعه هتاخدهم بكره، وكام ساعه بقالك بعد يومين، وانت النهارده سوقت كام ميل، وبالك وبيقول لك انت بدات امتى وانتهيت امتى، وبقالك يعني دلوقتي اوف ديوتي قد ايه، لمده 45 دقيقه. اكسبشنز مفيش اكسبشنز. عايز بقى تعرف البوليس لما يجي يقوم عامل يتك على ده، دول اسمهم اربع سطور، ده الايت قانون الثمان ساعات والاربع و11 ساعه وال14 وال70. الثمان ساعات بيقول لك دلوقتي فاضل مني كام، انا عندي 8 ساعات كامله لان انا واخد 45 دقيقه، والنهارده 11 ساعه قدامي ممكن اسوق 9 ساعات و59 دقيقه، وفي ال 14 ممكن اسوق لحد 11 ساعه و48 دقيقه. بس المشكله ايه، ال 70 بتاعتي ما فيش قدامي غير 8 ساعات و21، فانا ما اقدرش اسوق اكتر من ايه من 8 ساعات و21، بس ما اقدرش لو خدت بريكس برضو ده هينزل، يعني دي اقصى حاجه اقدر اعودها على الايه. يجي بعد كده البوليس يقوم دخلك على الجراف، الجراف ده بيقول له ايه، بيقول له انت وقفت فين في الحته الفلانيه، فبتقول له انت كنت اوف امبارح، انا كنت اوف من الساعه من نص الليل لحد الساعه كام، 7:30 الصبح،
كنت اوف فين؟ بيقول لك 8 ميل نورث ويست اوف ايست بوينت جورجيا، دي كنت اوف. طيب بعد ما اوف عملت ايه؟ قمت الصبح بعد كده بقت اون، قعدت ايه اون، قعدت نص ساعه. لو عملت كليك على نص ساعه قال لك كنت في نفس المكان. اون بتعمل ايه في الاون دي؟ بتعمل ايه؟ انسبكشن. قعدت كام دي اون؟ قعدت 26 دقيقه بعمل انسبكشن. وبعدين سقت الدرايفر. سقت فين؟ سقت من اللي فين؟ من المكان ده للمكان ده. لو انت عملت كليك هنا، عملت كليك هنا، هيقول لك انت وصلت فين؟ وصلت مارياتا جورجيا. وبالك وقعدت كام تسوق قد ايه؟ قعدت تسوق ساعه وشويه. وبالك الساعه دي 25 ميل كلها. طيب وبعدين وقفت وطلعت بره الخدمه. وقفت قد ايه؟ وقفت طبعا ده كل ده الاوف. وقفت من الساعه 9 وشويه لحد الساعه 10. هو بيقول لك انت وقفت من الساعه كذا للساعه كذا 47 دقيقه اوف، بدات الساعه 9 و7 من 10 يوم كذا الساعه كذا. وبالك طب لو انت عايز اليوم اللي قبليه بتروح هنا وبتعرف ايه اليوم اللي قبله. هو كنت اوف كده، بدات كده، مشيت قد كده، وقفت اوف تاني ومشيت تاني، واوف تاني ومشيت تاني، واوف تاني ومشيت تاني، وهكذا. بيجي البوليس يبص الحاجات دي كلها، وبعدين بيروح هنا الدي لوج. الدي لوج بتقول له ايه؟ النهارده كذا يعني مثلا، ممكن تروح الايام المختلفه، بدات من ساعه كذا. ده التيبل، يعني التيبل بتاع الجدول. وبالك لو انت رحت هنا ده الثمان ايام. الثمان ايام بتقول لي اليوم الفلاني النهارده صوت 25 ميل، امبارح 400، اليوم اللي قبليه 300، اليوم اللي قبليه 500، اليوم اللي قبليه 100 وكذا. وتقعد تنزل كده، يقول لك ايه انت صوت امتى، وخدت كام ساعه سواقه، وخدت كام ساعه ايه راح. هنا ابروف، لما تعمل ابروف ان انت الكلام ده ليجل يعني. وهنا بيقول لك اللود بتاعك انت خدته امتى، خدته بدا يوم كذا، يوم 8 وانتهى يوم 12، ودي الدوكمنت بتاعته، وده التريلر نمبر. لما تروح بعد كده بقى ايه للهوم، الهوم وتروح البرفورمانس. البرفورمانس ده حاجه خطيره بقى، بيديك كل المعلومات عن التراك. السمري بتاع البرفورمانس بتاعك ايه؟ بيقول لك ان الانجن بتاعتك اشتغلت قد كده، واوفر ايدل يعني انت كنت ماشي بايدل عالي قد كده، والتوب جير بتاعك 72. التوب جير دي معناها دي كفاءتك في السواق، انك انت مش قادر، انك انت ماشي في مدينه فالتراك عمال يقف لمده كبيره. لكن لما اطلع على الطريق السريع الرقم ده هيزيد فوق. وده بيقول لك انت سقت كام ميل من اول المره اللي فاتت 1300 وشويه، وعندك 195 جالون فيول، والمعدل بتاعك بتسوق ب 6.8 من 10 ميل في كل جالون. لو انت وصلت 7 ميل لكل جالون بيدوك فلوس يعني جايزه برفورمانس. هنا البرفورمانس ده بيديك كل التفاصيل عن الانجن. اهم تفاصيل هنا التوب جير. التوب جير قعدت فيه قد ايه؟ قعدت فيه 18 ساعه. والاستخدام البنزين هنا زاد شويه 7.1 ان كنت سايق على طريق ايه سريع. استخدام البنزين وانا نايم بالليل 5 جالون 5.9. وبالك التوب جير كاليبريشن 137. في حاجات تانية هنا مش هتلاقي هنا التوب جير عالي، لان دي كانت سواقه سريعه كلها على طريق سريع. وخلي بالك هنا بيقول لك ايه؟ ان اللي بيسوق ده ما بيحبش كروز كنترول، ده سايق بالمانوال. الكروز زيرو، ودي مهمه جدا دي. ركز على الحته دي يا عم. الجير كاليبريشن تايب مانوال، كل الجير كان يعني كله النقل بالدراع مش بالكروز. الفايوليشن ما فيش فايوليشن. هنا بيقول لك الانتر تريب ايدل، يعني لو الوقت اللي انت كنت لففت فيه التراك من غير ما تسوق وانت نايم بالليل عشان التلج او البرد او الحر كان 8 ساعات. ودي ساعات بيحذرك عليها، بس ما يقدرش يعمل لك حاجه، لان من القانون لازم تشغل التراك لما الجو يبقى بارد. هنا بيقول لك السبيد كالبريشن والار بي ام والحاجات دي مش ما فيش فيها حاجه مهمه. البي تي او دي معلومات معينه ما فيش، كلها تقريبا ما فيش حد بيستخدمها. الاودومتر بقى، الرقم اللي انت شايفه ده ما هوش رقم الاميال على التراك، ده الرقم بتاع الايه الجهاز ده لما حطوه على التراك.
الجهاز ده واخد بالك، ممكن اي واحد يتخمي فيها يفتكر ان التراك ده عليه 122,000 ميل، لا التراك ده عليه فوق 400,000، لان انا قبل كده حاطط عليه كميه كبيره قوي الاميال، وانا اللي مغير ده بنفسي في المحل يعني واخد بالك. ودي مش مغيره بنفسي، هم اللي قالوا لي لازم تغيره. الانبوت اللي هو الانبوت اللي ده بقى بيديك كل المعلومات عن الانجن، السبيد دلوقتي السبيد بتاعتك بزيرو، الانجن بتاعتك موقفها، وكل بقى الحاجات ايه تاريخ الانجن كله، وفي تفاصيل دقيقه قوي، وقد ايه عملت كروز وقد ايه عملت مانوال، ويعني فيها تفاصيل دقيقه للغايه. كل المعلومات دي بتتبعت كل مثلا ايه ربع ساعه، ولو عايزينها هم في اي وقت على طول يطلبوها بسرعه ويعرفوا مكانك فين.